بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، ويتجدد اللقاء الطيب مع أسماء الله الحسنى. أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث الإمام الطيب. فضيلة الإمام، توقفنا عند مجموعة من التعريفات لأسماء الله الحسنى ومن أحصاها دخل الجنة وغيرها من النقاط الهامة، ولكن نتوقف عند اسم الله الأعظم. ما هو معنى الكلمة نفسها الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد، فقد ألمحنا في بعض الحلقات السابقة أن هذا الاسم هو علم. نعم. على الذات الإلهية، والأسماء الأعلام لا تعلل، يعني لا تقول لماذا أطلق اسم جبل على هذا الشكل. نعم. او لماذا اطلق اسم بحر على هذا الشكل، او لماذا اطلق شمس، او لماذا اطلق رجل على هذا الشكل او هذا الجسم. نعم. المعين. ومن هنا قالوا الاسماء لا تعلل. اسماء الله الحسنى منها ما هو معلل، ومنها ما هو علم على الذات الإلهية لا يسأل عن معناه. وضربنا مثل لهذا باسم الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك قالوا أن إذا كان الذات ذات العلية تقدست أسماؤها وصفاتها العلى لا تعلم، أو يعني لا تدرك. نعم. ولا يستطيع العقل أن يقتحم حماها، فكذلك الاسم الدال على هذه الذات أو يعني القاصر في معناه على هذه الذات هو كذلك. نعم. لا يستطيع العقل أن يحلله أو أن يرجع به إلى معنى عام، كما يرجع بخالق إلى خلق، ورازق إلى رزق، وسميع إلى سمع، وقادر إلى قدرة، ومريد إلى إرادة، وهكذا، وكل إلى مصدره. نعم. لكن لا تستطيع أن تقول الله جاي من فين. صحيح. نعم. بعضهم كما قلت قال من آلهة ومن ولهة، لكن اللغة لا تساعده على هذا. يعني نستطيع أن نقول هو أنه اسم علم يدل، مهمته أنه يدل على الذات. نعم. فبدأوا يتقربوا إلى يعني أو يحاولوا أن يشتموا ولو بعض دلائل ولو من بعيد من هذا الاسم، فخلصوا إليها من طريق تفكير في الوجود الذاتي، في الوجود. نعم. الإلهي. فطبعا الوجود، وده قضية يعني دقيقة شوية لكن سهلة إذا بسطناها بأمثلة. نعم. يعني مثلا أنا وجودي أنا أو وجود أي شيء هو وجود مستعار من مصدر خارج ذاتي. نعم. يعني أنا لم أوجد نفسي، ولا الكرسي أوجد نفسه، ولا الشمس أوجدت نفسها. نعم. ولا يوجد شيء في هذا الكون أوجد نفسه، إنما هو كان. ليه؟ لأنه كان معدوما ثم فجأة لقناه موجود. يعني لا يوجد شيء يمتلك القدرة ولا الإرادة على إيجاد نفسه، على إيجاد أو خلق نفسه. نعم. لأنه لا يعني الوجود بالنسبة له شيء جاي له معطى من خارج. نعم. معطى من خارج، يعني الوجود ينضم إلى شيء كان في العدم، كان معدوما فيظهر إلى الوجود. هذا المعنى موجود في كل الممكنات أو في كل المخلوقات أو في كل الموجودات، كل الموجودات ما عدا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. لا ينطبق عليه هذا المعنى في الوجود، وإنما. نعم. وجوده دائم من ذاته لذاته. نعم. يعني حيثما تصورت ذاته تتصورها موجودة، لكن سبحان الله. ولا يلحق، يعني لا يسبقها عدم ولا يلحقها عدم، بخلاف وجود احنا يسبقه. نعم. عدم ويلحقه عدم. ما معنى اسم الله يدل على هذا المعنى، وهو أن. نعم. على الوجود الذاتي لله سبحانه وتعالى. نعم. الذي له من ذاته ولا يأتيه من خارج ولا يأتيه من غيره، ولم يكن معدوما ثم انضم إليه الوجود فأصبح موجودا ثم يسلب عنه الوجود فيصير معدوما مرة أخرى. نعم. هذا الكلام غير موجود، لأنه اسمه واجب الوجود، يعني وجوده واجب. أما نحن اسمنا وجودنا ممكن يحصل وممكن لا يحصل. سألتني أعتقد أنه يعني هو البداية، بس يعني دائما أسماء الحسنى يعني هو اسم الله. نعم. تبدأ باسم الله. نعم.
تبدأ دائما باسم الله. ليه؟ لما هذا الاسم؟ يعني ما كانش مثلا الرحمن الرحيم كذا كذا. نعم، لهذا تفسير أيضا. هذا التفسير هو أو ملخص هذا التفسير أنه أن الله بدأ به المصحف. نعم. يعني إزاي بدأ به المصحف؟ إحنا في المصحف أو إحنا نريد أن يعني نشوف أول آية في المصحف. هل هي بسم الله الرحمن الرحيم؟ فعلا أول حاجة في عندي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وبعدين الحمد لله رب العالمين. هتلاقي في الآية الأولى دي إذا قلنا أنها آية بسم الله الرحمن الرحيم فيها بسم الله، هذه اسم الله. نعم. وفي الثانية الحمد لله هذه فيها اسم الله. لكن أيهما يعني، هل المصحف يبدأ ببسم الله ولا يبدأ بالحمد لله رب العالمين؟ نعم. حقيقة هنا خلاف يعني ظريف في هذه المسألة. الإمام الشافعي يرى أن البسملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم آية أو جزء من الفاتحة، من سورة الفاتحة، فهي هي الآية الأولى في الفاتحة. هي الآية الأولى في الفاتحة. وبالتالي تجد الشافعية طبعا في الصلاة الجهرية يجهرون بها وجوبا، يعني بعد ما يحرم بالصلاة لا بد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويجهر بها في الجهرية ويسر بها في الصلاة السرية. فإذا على رأي الإمام الشافعي أن أول آية ذكر فيها كلمة الله هي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لكن لو يعني استشرت الإمام مالك أو ومعه الإمام أبو حنيفة رضي الله عن الجميع، يقول لك إن البسملة ليست آية من الفاتحة، فبالتالي لا يظهرونها في الصلاة. نعم. وأكثر من ذلك ليست آية من أي سورة تذكر فيها، هي آية أو جزء آية في قوله تعالى في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الكل متفق طبعا على أن هذه آية. نعم. هذه في الآية. لكن نتحدث عن البسملة في أوائل السور. في أوائل السور الإمام مالك يقول لك ليست آية من السور، وإنما تذكر فقط للفصل بين السور وللتبرك. فإذا قلنا أن القرآن المصحف الشريف يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فنحن باعتبارها آية، باعتبارها آية من الفاتحة كما يقول الإمام الشافعي، فمذكور فيها اسم الله. نعم. وإذا قلنا على ما واحد يقول لي لا يا سيدي طب بسم الله الرحمن الرحيم، لا أنا كرجل مالكي لا أقول إنها بسم الله. لذلك عندنا وأنا مذهبي مالكي يكره ذكر البسملة في الصلاة الجهرية. نعم. يعني شوف نبدأ من الحمد لله رب العالمين. طبعا. وذلك يعني شوف ودي اختلافات تثري الموضوعات، يعني بينما يقول الإمام الشافعي يجب البدء بها، البدء بها جهرا، يقول الإمام يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية، يقول مالك يكره. إذا قال الإمام مالك أنا تكره، طب فين القرآن يبدأ عندك بإيه؟ يقول يبدأ بالحمد لله رب العالمين، هتجد اسم الله. وهنا أيضا اسم الله. فسواء قلنا إن أول آية في المصحف هي بسم الله بسملة، أو قلنا إن أول آية في المصحف هي الحمد لله رب العالمين، فكلمة الله موجودة في الموضوعين، موجودة كبداية. نعم. فالله بدأ بها، ومن هنا العلماء كلهم بدأوا بهذا الموضوع. فعشان كده احنا بدأنا بس. نعم. في كما يعني أشرنا إلى أن من معناه أن الله هو الذات الواجب لها الوجود. نعم. في مقابل الممكنات أو في مقابل المخلوقات فإنها مخلوقات الوجود فيها ليس واجبا. نعم. وإنما الوجود يأتيها من خارج، يعني يهبه الله وقت ما يريد لها. نعم. ويسلبه عنها وقت ما يشاء. إذا كان فضيلة الإمام هذا هو المقام الجليل والرفيع لاسم الله الله، فما هو حظ الإنسان من هذا الاسم؟ نعم، حظه أمران. الأمر الأول يعني التأله. نعم. بمعنى أنه ينظر إلى نفسه دائما على أنه موجود مؤقت، وأن وجوده ليس له. نعم. وأن هذا الوجود ممكن يؤخذ منه
في أي لحظة. فإذا عليه أن يتعلق بالموجود الدائم، دائما أن يكون على ذكر من هذا الموجود الدائم، وأن يكون على ارتباط به. يعني أيضا يعتقد أنه، يعني إذا قلنا أن كل الموجودات الأخرى دي موجودات يعني صورة مش حقيقية، يعتقد أنه أول هالك وأول باطل في هذه الموجودات، وبالتالي يعني عليه دائما البحث عمن يستند إليه، ممن لا يعدم ولا يلحقه عدم ولا يسبقه عدم، وهو الله سبحانه وتعالى. طبعا في ناس يعني لا تستوعب هذا الكلام، وأنا أعذرهم، لأن الحياة الآن وطغيان المادة على طغيان الحس وانتشار الإلحاد يجعل مثل هذه المعاني وكأنها عالم من الخيال أو عالم مثالي. ممكن أحد يقول لي يا عم أنت مين حيطبق لك الكلام ده؟ أنا أخاطب المؤمنين الذين يؤمنون بالله وبرسوله وبما قاله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. علينا أن نتذكر في هذا المجال أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المؤمنين، مؤمنين بشكل عام، عوامهم وخواصهم، نابههم وخاملهم. يعني مش هقول مثلا الكلام اللي قاله ده اللي هو بيصعب فهمه الآن، يعني اختار مجموعة مستعدة لم يختص به فئة دون فئة، فئة بدون وحبس، يعني قال لهم كذا وكذا، هذه من الأسرار وهذه من العلوم، لا، إنما قاله للناس. قال في حديث: أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم، يعني من نعيم الدنيا، لا محالة، وكل نعيم لا محالة زائل. طيب يعني هذا الكلام بيقول أصدق كلمة في رواية قالت العرب أو قالها شاعر، أصدق كلمة، هذه الكلمة تقول كل شيء بعد الله هالك، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم المؤمن ويعلم المؤمن أن ما خلا الله ما سوى الله باطل، وأوله الشخص الذي هو يفكر في هذا الكلام فيعتقد هذا. ويعني المطلوب أن العبد دي حالة التأله، أو يعني ممكن نقول ده العبد المتأله، ويطلق كلمة المتأله على العبد، حتى مثلا أقول لك الفيلسوف أو الحكيم المتأله، هو المتضلع من العلوم العقلية إلى جوار التعبد، لأن طبعا كثير من الفلاسفة ومعظمهم يعني يتلذذ بالعلوم العقلية، بالسباحة العقلية دي وكذا وكذا، ويأنس إلى هذا الفكر. كثير منهم خاصة الفلاسفة المسلمين تجدهم يعني مفكرون ومتألهون متعبدون، يعني يقومون الليل ويمارسون الرياضة الروحية وكذا وكذا، وهذا يجعلهم يتألقون أكثر فأكثر في 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 مجال الفكر الفلسفي على وجه الخصوص، لأنه فكر ميتافيزيقي، فكر إلهي. فهذا يعني العبد، حظ العبد من هذا الاسم اللي هو التأله حظا حقيقيا، هو أن يعيش في هذه الحالة أنه هو باطل وأنه هارك، وأن كل هذا الكون، كل هذا الكون ده يعني عبارة عن حاجة مستعارة، استعارة وحترجع تاني. وأن يعيش هذا كما يقولون على سبيل الحال لا على سبيل المقال، يعني يعيش حالة يعيش فيها، مش أنه كلام زي ما احنا بنتكلم دلوقتي نردده وبعدين ننصرف وننسى كل شيء. فضيلة الإمام، ونحن نستعرض اسم الله الأعظم الله سبحان الله في الآية الأولى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، نجد أول اسمين من أسماء الله الحسنى. نستعرض مع فضيلتكم الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم هما الاسم الثاني والثالث بعد اسم الله سبحانه وتعالى، مشتقين من الرحمة. مفيش كلام طبعا، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق أن كلمة رحيم خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، يعني الله رحيم بعباده المؤمنين. طيب أما الرحمن دي إيه؟ رحمن دي كلمة أعم وأشمل في معنى الرحمة من كلمة أو من اسم رحيم. إذا كان اسم رحيم خاص بالمؤمنين
فإن رحمن يعم المؤمنين، يعم الكافرين، ويعم الأعداء، ويعم الأصدقاء والموجودات وكل الموجودات، إنسان يعني بشرية غير بشرية. فإذا معنى الرحمن أشمل وأعم من الرحيم، بينما الرحيم خاص بالمؤمنين. ومن هذا المنطلق قالوا إن الرحمن يشبه اسم الله، ولهذا جمع معه في الخصوصية، جمع معه في الخصوصية، وقالوا إنه لا يطلق على، لا يسمى به غير الله. نعم. يسمى الرحيم، يعني الإنسان يسمى الرحيم، لأن نعم. المؤمنين يتراحمون فيما بينهم، المؤمنين يتراحمون، وقلنا الرحمة نعم. مع المؤمنين، فشيء طبيعي ومنطقي أن هؤلاء المتراحمون يكون منهم من يرحم الآخر، نعم. يسمى رحيم. لكن إذا كان معنى الرحمن أنه هو الذي يرحم المؤمن ويرحم الكافر ويرحم العدو ويرحم الصديق ويرحم الإنسان ويرحم الحيوان ويرحم النبات، وهذا المعنى لا يطيقه بشر، نعم. يعني معنى الرحمن اللي هو هذا المتسع لا يمكن أن، هي خصيصة إلهية صرفة، مش ممكن الإنسان نعم. يرحم عدو إطلاقا، نعم. أو يرحم مثلا كل هذه الكائنات ويعرفها ويتعرف عليها أو يملكها ثم يرحمها. فإذا الرحمن بهذا المعنى لا يمكن أن يطلق، نعم. لأنه يستحيل أن يحقق معناه، نعم. كما قلنا معنى الرحمن معنى عام وشامل، هو لا يستطيع أن يرحم الجميع. فإذا نعم. هذا الاسم إذا أطلق عليه أطلق عليه كذبا، نعم. لكن لو أطلق عليه رحيم، معنى الرحيم ده ممكن. فهذا هو الفرق بين الاثنين، أن الرحمن، أن الرحيم قاصر على رحمة الله بالمؤمنين، نعم. وقلنا في الآية وكان بالمؤمنين رحيما. أما رحمن فهو عام شامل في كل المخلوقات، نعم. وإذا كان الإنسان لا يتصور أنه يرحم كل المخلوقات فلا يتصور أو لا يصح أن يتسمى بهذا الاسم. وكما قلنا أن مسيلمة الكذاب حينما سمى نفسه رحمن اليمامة، هو قضى الله عليه بأن يتصف بمسيلمة الكذاب. هذا هو الفرق بين رحمن وبين رحيم، لكن الاثنين يعني مشتقين من الرحمة، من الرحمة. والحديث اللي يعني الصحيح اللي هو أنا الرحمن، أنا الرحمن، شوف جاب الاسم، نعم. وهي على اللي هي الرحم، وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، نعم. واضح من هذا الحديث القدسي أني الرحمن من الرحمة، وأن الرحم من الرحمة أيضا، نعم. فهذا هو الفرق بين رحمن وبين رحيم. والاثنين لهم مأخذ، مش زي اسم الله، ما يعني لا نعرف مأخذه من أين. الاثنين مأخذهم من الرحمة. فضيلة الإمام، شكرا لفضيلاتكم على هذا الشرح الموضح لاسمي الرحمن والرحيم، ونستكمل مع فضيلاتكم في الحلقة القادمة بإذن الله. شكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى لقاء جديد وحلقة جديدة بإذن الله.